مساء الخير كيف ممكن تكون منطقي في عصر اللا منطق وعصر السقوط الجماعي كيف ممكن تحافظ على هدوءك واتزانك عندما تسير الامور بشكل عسير من حولك الحياه غير عادله كثير منسمعها ممكن تكون هيك بس شو قصه عينك على نجاح غيرك مش الطريقه كيف ممكن تقنع الانسان بزمن كورونا يلي صارت اقصى احلام والبقاء على قيد الحياه انه يكون سعيد كيف بتمرن نفسك على نفسك بزمن التناقضات ماذا عن التفاؤل الخداع اسئله كتيرة يمكن تحتاج لاجوبه واضحه ضيفنا بخواب الكلام الليله بشوف بالنص الفارغ من الكبايه محفز ومصدر إيجابي كيف عود نفسه أنه يتعامل بمرونة مع الأشياء من خلال تجاربه وخبراته الأخصائي بعلم النفس الإيجابي الزميل الإعلامي ميلاد حتشيتي ضيف لليلة أهلا وسهلا فيك أهلا فيك شكرا إيجابية آه، الإيجابية قديه بتحاول تكون إيجابي فعليا بحاول اكون مرن 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 بفضل كلمه مرن على الايجابي لانه يعني صارت كلمه ايجابي مستهلكه كثير يعني... رح نحكي كثير اكثر عن مرن وايجابي وكثير مواضيع انا طرحتها بمقدمتي ايه. بس خلينا نروح احنا وياك المشاهدين لفقره لفتني في شيء لفتني كان عم بتداول عبر السوشيال ميديا او عبر وسائل التواصل رح نشوفه سوا بنرجع ونعلق About the virus again, then I'll go to bed. But my boy, you're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favourite. I promise just once more. Okay, snuggle down, my boy, though I know you know full well. The story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, of poverty and plenty. Mm. قديش هيدي الأشياء اللي منشوفها بتعطينا أول شي دافع إيجابي أو دافع مرن قديش بتضاين معنا مم. فعليا الح... الحوافز يلي بهيك بتساعدنا بتعطينا موتيفيشن لحتى نصير احسن ما بتضاين كثير لنكون حقيقيين وواقعيين يعني مثل هيك ت... مثل هيك فيديو اذا حضرناه بنتامل شوي ممكن نرتاح شوي بس اذا رجعنا ل هيك الواقع. للواقع ورجعنا للدوران بالافكار السلبيه رح نرجع نقشط رح نرجع نوقع ن... وهيدا ما نحق علينا عبير يعني نحن مبرمجين على انه ننحاز نحو السلبيه حتى برمجتنا ما لنا علاقه فيها، يعني بالجينات من وراء اجدادنا حاملين نزعه انه نميل اكثر نحو السلبيه للبقاء على قيد الحياه، لانه كنا نظن انه مثل الانسان الاول اللي كان يغضب ويخاف ويترجم مشاعره المزعجه اكثر لحتى يبقى على قيد الحياه يقاوم الطبيعه يقاوم الحيوانات، بقينا عندنا هيدي النزعه بنظن اذا بقلق كثير على الوضع بحله مع انه فعليا انت اذا قاعده بالبيت اذا قلقتي ساعه وقلقتي عشر ساعات نتيجه ما تغير نفسها شي. ما رح يتغير شيء وبس الوعي له... لهيدي النزعه لوقفها الوعي لاقدر اتعامل معها بلطافه وبمرونه هون بتكمن اذا بدك ال... ال يعني السر نعم شفنا بالفيديو عم نحكوا عن كورونا كيف مم. بدل هالفيروس للغير مرئي مم. حياه الناس كانت الناس كثير متفرقه عن بعضها، كانوا يقعدوا ببيوت كل حدا على تليفوناته، بطل في هيدا التواصل العائلي، مم. التواصل مع البعض هلا اجت اجا فيروس غير معالم الكون مم. نفسيا، اقتصاديا، سياسيا، بلشت الاشياء تسقط، صارت الناس على حقيقتها. انت كاميلات حتشيتي شو بتشوف هالكورونا غير بالعالم؟ هل فعلا نحن رحنا صوب المرونه الايجابيه او رح يكون تاثيره سلبي رح يكون عنده كل التاثيرات كل التاثيرات ورح اشرح لك ليش ببساطه ها. لانه لانه مش كل الناس مثل بعضها ومش كل الناس بتلبس نفس العدسه الذهنيه بتطلع فيها على الكون يوم اذا انت لابسة عدسه ذهنيه خضراء رح بتشوفي الكون اخضر واذا لبستي ازرق رح ازرق واذا اسود او ابيض سو كله بيرجع ل إذا بدك المعنى يلي عم تعطيه للأشياء يلي عم تصير معك الناس معك حق عبير الناس كلها قعدت ببيتها بس مش كل الناس شافت هالتجربة بنفس الطريقة وشفنا بهالفيديو الفيديو انه الناس اللي شافت هالتجربه هي فرصه لنلتقى اكثر لنتحاور اكثر لنكتشف حالنا لنكتشف عائلتنا لنكتشف اللي معنا بالبيت صرنا زمان ما نسالين عن احوالهم لنكتشف شغفنا من جديد نشوف لنشوف اغراضنا لنشوف نعادنا. اغراضنا لنتفقد لنتعلم لندرس ل... ل... لنتطور ل... لنعيد اللحمه لعلاقاتنا الانسانيه لن... لنرجع نحط صحن الاكل على جارنا وما نسال ونطلع ما ننطر انه يفتح لنا الباب شافوها شيء والناس اللي شافوا حالهم بخطر وبازمة وبرعب ووين راحوا مصريات وشو حاعمل والمستقبل وكيف وكورونا ورح موت شافوها بمنظار مختلف م. وكل حدا بشوفها بطريقه بتطلع له نتيجه حسب ما هالعدسيه اللي لبس مشان هيك اكيد ما في نتيجه وحدة للكورونا صحيح كان في مؤشرات يعني اذا بدك او اذا بدك استراتيجيات قعدت العالم يعني كل العالم قعدوا ببيتهم ناس فقدت شغلة اضطرينا اضطرينا كلنا نعقم حالنا صحيح رحنا بنفس التونال صح بس مش كلنا ظاهرين من التونال بنفس ال... بنفس الطريقه بنفس الطريقه في ناس حست هالتونال زغرة هيك عم تحشر حالها لدرجه انه بدها تشلح كثير اشياء عنا لتقدر تظهر وفي ناس لقيت حالها مرنه اكثر اوكي انا هلا رح رح اخرج من هالنفق مثل الشرنقه رح اطلع يعني كل حدا عم بيشوفها بطريقه وبالنهايه الكون ما بعد كورونا رح بيكون حسب ما عشنا هيدي حزنا هيدي التجربه بس ما في حقائق ظهرت مثل ما ذكرت بل نعم. في حقائق ظهرت انه نحنا ناس كنا نفشين ريشنا على قلة فايدة ونحنا على قشرة بصلة بنوقع ومنموت نعم. وحدة منا كمان بيّن في تفكك أسري <متحدث> مع انه المفروض انه بهيك ظروف الناس تتكاتف وتقرب على <متحدث> بعضها، بلشت المشاكل تظهر لما الناس كتير قعدت مع بعضها، <متحدث> مثلا منا المشاكل العائليه مثلا اللي عم ينحكى عنا بالتلفزيونات، اخر دراسه مثلا فرجتنا بروسيا في كتير خلافات بين الازواج <متحدث> وصار في عنف. <متحدث> طيب نحن لوين رايحين؟ اوكي، هلا مما لا شك فيه انه ما تنسي انه نحن كناس عنا او مشكلنا وبليز بكل هالحلقه ما رح نعمم ما رح, رح نعمم صح عم نحكي عن تجارب لانه ممكن كثير ناس عاشوا احلى خبره عائليه صح وفي ناس اكيد تودى للعنف مثل ما قلنا العنف الأسر عبير البعض منا وين مشكلته؟ باجل مشاكله باجل حتى باجل اذا بدك انه يتصارح باجل يحكي باجل يتواصل بخبية المشكلة بكورونا ما فيك تخبي شيء أنا بوجهي يعني هذه كانت فرصة كانت كانت إنه تسقط الأقنعة 100%، كانت إذا بدك المحفز لا ما بقى في عنا شيء. كان يرجع مأخر على البيت لأنه ما بده يقعد ويواجه مرته بالموضوع. كان كانت تقعد على الفيسبوك وت وخلص ما يعني كان يعم يعني كان في سلوكيات تخلينا أنه نحن دائماً فينا نهرب نهرب هلا ما بقى فينا نهرب مشان هيك كمان إجا يعني هالازمه اللي نحن عشناها كانت كبيره لدرجه انه فضحتنا على كافه المستويات لانه في ناس كانوا يفشوا خلقهم بالاقتناء يروحوا يعملوا شوبينج مسكروا المحلات في ناس كانوا يسافروا ما بقى في في ناس كانوا كانوا بانيين اذا بدك حياتهم او هربانين من حياتهم مشان ما نقول بانيين من حياتهم هربين من حياتهم بعلاقاتهم الاجتماعيه ما بقى في هربانين بحياتهم بمصرياتهم ما بقى في رجعنا لنشوف عن جد ووجعنا نوقف قدام مرايتنا، نتطلع بحالنا ونقول انا مين؟ انا شو بسوى؟ انا كيف؟ مش هيك لما هول الاسئله اللي سالتيهم ببدايه ببدايه المقدمه لان برايي يعني استفزازيه شوي مقدمتك، حاقول ليش؟ لانه لما عم بتقولي كيف لانه هو مش بس كيف هو هو لازم نبلش هو هذا السؤال كيف بيعطيك ليش ولماذا واين؟ و... بس بس هولي هلا ضروريات، مش طبعاً. ضروريات؟ اكيد مش كنا ماجلينهم؟ مش كنا نحن مأجلين كل هدول الأسئلة مش كنا عم نقول أنا على شو بيني حياتي أنا أنا شو الحجر الأساسي اللي أنا عم ببني فيه حياتي إجا كورونا قال يا جماعة ما فيكم تأجلوا أنا برأيي هيك في صورة بشبه فيها اللي صار بكورونا مثل الاستاذ اللي فات على تلاميذ على الصف بتعرفي تلاميذ اذا ما بتقولي لهم في فحص ما بيحضروا طبعا قال لهم حطوا ورقه امتحان امتحان قالوا له مش دارسين قال لهم ما لانكم ما انكم دارسين هيدي الفرصه الوحيده لاختبر انتو شو بتعرفوا مشان هيك نحن عبير ما تنسي كلنا ادعينا التفاؤل مش كلنا كمان يعني عدد كبير منا ادعى التفاؤل صار يحط اي ام بوزيتيف واي هابي مش كلنا على مواقع التواصل الاجتماعي كنا ضحكتنا ملاية ملاية الشاشه وخليك بالبيت احلى عالم وقبل كورونا اجت كورونا شو عملت؟ قالت اه لحظه انتوا كنتوا انتوا السعيدين والايجابيين والحلوين واللي عم تظهروا وتسافروا تعوا فرجوني قد هيدا الشيء حقيقي او فينا نقول قبل الصوره بتكون زعلان مع الصوره للناس بتكون مبتسم هذا التفاؤل الخداع خداع مزبوط سو نعم. so, اجت اجى هيدا الظرف لنشوف فعليا نحن متفائلين فعليا نحن ايجابيين فعليا بنصلي ومنتكل على الله والله والله بس من ردد كلام فعليا نحن احنا... مشان هيك المعنى المعنى الكبير يلي طلع من هيدي الازمه انا برايي هو مثلا اذا بدك رح يحدد من اي تُنال من اي نفق نحن عم نخرج والى اين عم نخرج لوين رايحين كيف وصلت قبل ما نكفى بالمواضيع مم. انك انت تطلع تحكي بمرونه عن كثير مواضيع وتنصح الناس فيها وتحكي فيها بأريحية كيف وصلت لها لهذه المرحله مرقت بتجارب اكيد صعبه بس انت كمان عندك اختصاص ساعدك اختصاص كان له اثروا هالقد ولا كانت هي رغبه داخليه مم. مم. نحكي شوي عن تجربتك علشان ننقل على موضوع ثاني بالعكس بشكرك على السؤال لانه الاختصاص مش هو اللي ساعدني انا ساعدت حالي بالاختصاص مم. يعني انا جبت هذا الاختصاص انا انا درست اعلام انا خريج اعلام خريج راديو وتلفزيون وكنت اشتغل واشتغلت لسنوات بالاعلام وكنت رئيس تحرير لبرامج وقدم برامج وبالعكس انا رحت على هذا الشيء لانه انا اصلا حسيت بفتره من الفترات انه عبالي ارجع ارجع اكتشف حالي ونحن كلنا بنقطع بضغوطات شو هي الضغوطات اللي قطعت فيها؟ كنت بالزبط. اشتغل كنت اشتغل بكتير بمحلات فيها كتير ستريس بتعرفي شغل التلفزيون اكيد كثير ستريس ومنافسه وتعاسه وشغل لوج واجواء مشحونه بال اذا بدك هيك بال... بالاستفزاز وبالغضب وبالقلق لا وبال... مناصفه بالمية. ولا التساوي كل هاي الاشياء تحرك عند الانسان سؤال ليش والمقارنه طبعا لا حتى ما نكب كل شيء ما حتى ما نلعب كمان دور الضحيه لانه ما بحب العب دور الضحيه لانه انت كمان ما تنسى نحن حاملين معنا خبراتنا وضعفنا وجروحاتنا و... وحتى الاشياء يلي فينا المنه حلوه ما نحن حاملينها ما نحن كمان كنا عم نشوف في كتير اشياء يمكن يمكن غيري يمكن يمكن فخ المقارنه يعني انت غرت من مرأة شيء اكيد ما غرت غرت, غرت غيرت... بكثير عالم غرت من كثير عالم بشو مثلا؟ لانه كنت اعتبر انه ليش هيدا الشخص عم يوصل ليش انا لا ما كنت تعرف الطريقة؟ ما كنت مشان هيك قعدت بدي قلت بدي ارجع اعيد تشكيل حالي ليش؟ لانه انا آه يعني وهيدي شغله كانت ملازمتني من انا ومن طفولتي كنت دائما بشعر انه الانسان بطبيعته طيب مم. كنت انا احس اني انا طيب بطبيعتي طيب بقى بتجي هيدي القشور مرات بتلبسك اتواب منا لإلك مشان هيك يا 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 يعني بتجي هيدي اذا بدك ما بعرف شو بدك تسميها هيدي الصحوه هيدي النقزه هيدا الكف يلي بيجي بيقول لك لا انت بدك تقرب شو الكف اللي اكلته لصحيت؟ اكلت كف انه اليوم انا لما كنت منتج وعم بعمل مال ما كنت مبسوط اه شو كان عندك شو كان ناقصك لتكون مبسوط اها هيدا السؤال اللي انا اجيت نعم. قلت له يا ميلاد انت شو ناقصك لتكون مبسوط كان ناقصك انك انت ترتاحي مع حالك من جوا كان ناقص انك انت تعرفي تتفاعلي مع هودي مع هيدا الطاحونه اللي بت بتغلي بمعدتك وبتقلك انه يعني قصدك انه كنت أنا... عم تطلع مصاري بس ما عم تعرف كيف تنبسط فيها ولا كيف لا لانه لا انت كنت بتفكري انه النجاح هو اللي بخليك تنبسطي طلع انه كل ما بتنجحي بصير بدك نجاح اكثر, أكثر. كل ما بتطلعي بتطلعي ليره بصير بدك ليرتين كل ما بت... بتتعرفي على عالم بصير بدك توسعي مش هيك نحن غرقانين بهيدا العالم يلي بيقول لك انه كبري النتورك تبعي وجيبي مصاري واعملي لتكوني سعيده طب جريت اذا معي مليون انا سعيد اذا معي مليونين أنا انا سعيد مرتين كذب هذا الحكي يعني كانك عم بتقول للانسان كون قنوع لا ما شو. تكون قنوع بمعنى هيدا لانه كمان نحن رابطين انه قناعه بانه هي بتوقفك محلك. محل لا انا ما بقول له كون قنوع انا بقول له فتش على شيء بخليك تكون فعليا ما عم تكذب على حالك وتكون مبسوط من جوا شوف الشيء لانه هيدا الشيء ممكن يكون انك تزرع زهره ممكن يكون هيدا الشيء انك تحقق حلم، بس اوعى بقى تعمل اشياء لانه هيدي الاشياء انت مبرمج انك تعملها او محطوط على راسك انك تعملها، مش غير اخذت معك وقت لبرمجة حالك؟ شيء 10 سنين 10 سنين؟ أي. يعني كانه عم نقول للناس انت مع كل ارادتك و... لا اصلا انت شخص يعني هادئ بدهم هالقد وقت ليتعرفوا وب... على حالهم يت... و... ويمكن اكثر يمكن اكثر لانه انا بعتبر انه انا من من سبعة عمر 27 لل 37 او 38 او اكثر حتى كمان عبير انا كنت دائما عم فتش عم اقول آه طيب آه كيف آه هوني هون الكيف يلي بلشتي فيها انا كثير على فكره بامن بالكيف م. لانه ذا هاو لانه بيكفينا نظريات تعالوا نقول هاو والكيف هو الحل لانه وهون بلشت انت هلا من اول الحلقه عم تحكيني نظريات بدي انا شيء فعلي انت مرقت فيه غيرلك. غير لك غير انه انت خسرت مصاري او ربحت مصاري بالانتاج شيء وقفك عند حالك حادثه فعليه زعلتك بكتك خلتك تعيد النظر مع حالك ببساطه م. انا كده حقيقة. انا بشتغل كنت بامانه مره حدا بيجيني تليفون بيقول لي انه الشغل اللي عملته منه منه حلو او منه منيح منه منيح منه منيح ما منه منيح, منو منيح. منو منيح. انا بتذكر هيدي الحادثة كتير مهمة من بعدها لانه تخيلي أنت, انت كنت عارف حالك منيح ولا كنت عارف حالك مش منيح؟ لا لا منيح. انا كنت مأكد مأكد انك منيح بس وتاني يوم رجعوا اعتذروا على الموضوع بس هالفترة بين بين الليل بين وال... الشك بانك انت شو عم تشتغلي لتاني يوم فعليا يمكن شي ست سبع ساعات انا ماني نايم فيون في هي شغلة عن ح... جد حسستني بانه انا اليوم اذا بضل رهينة هيدا القلق الكبير انا عم عم بخسر عم او بتضلك رهينه راي الاخر فيك 100% بالمية م. او بتضلك كمان رهينه انك انت كمان لانه بفتره من فترة ما هو شو بيصير؟ اذا بقول لك انت منك منيحه، اول شيء بتعمل اه ماني منيحه بعدين بتصيري بعد فتره تصدق شو قصده إن ليش انا منيحه؟ مني منيحه تفتشي عن حالي لانه يعني نحن الغلط ما حيجيك تفكير اه ليش ميلاد عم يطرح ليكون ميلاد هو بلش نشكك بحال، هيدا التشكيك انا خلاني كثير يعني آآ ارجع فتش عن حالي، واجهتني مشكله تانية لانه انا اول ما بلشت احكي بالايجابيه اول ما بلشت احكي بالتفكير تعرضت ل لشائعه نعم لشائعه كثير خطيره انه متل. انا جايه انه جاي عم بحكي شيء ضد الاديان مم. لانه كنت انا ببساطه كنت اول واحد بطلع على التلفزيون بحكي بهودي المواضيع ايه طلعت شائعة وصارت تنتقل على الواتساب وصار يجيني رسائل من التهديد ورسائل انك انت شيطان وانت وانت عندك بدعة، ليش؟ لأنه الناس كل شيء جديد بتخاف منه، كمان هيدا خليني ارجع كمان عيد تشكيل حالي، هلا هل سألت حالي هل ممكن أنا هالشيء اللي عم فكر فيه هل لازم أقوله مثل ما هو؟ هل في ربما تعابير عم أقوله ممكن تكون لا. تستفز, لا. تستفز, الآخر؟, الأخر. أو هي الطريقة أو تشكك الكيف. كيف الكيف نعم. ورجعت من هيدا ما هو هون الفعل الفعل الحلو اني انا لانه انا كنت اكتب بجريده البلد كنت اكتب مقالات لها علاقه مقالات لها علاقه هيك شوي عن حول فلسفه الحياه وبلشوا العالم يربطوا بين شي اللي انا عم أقوله بين اللو اوف اتراكشن والطاقه وال اذا بدك السبيريتي يعني. والخزعبلات والخبريات كمان هيدا الشيء حطني امام مسؤوليه ثانيه وشفت ثانيه بحياتي اني اسال انه انا لا انا ما هدفي الانتنشن النيه م. لانه انا كمان فتره من الفترات قلت رجعت سالت حالي انت بدك تقنعهم او بدك ايش مبسوط ليش رجعت حدت عن الشيء اللي انت بلشت فيه مش, أنا مش انت رحت على هذا الشيء لتكون مبسوط هي جرتك الموضوع وصار عبالك تقنعهم بس انا ما عبالي هلا انا حدا انا عبالي ارجع اني انا ارضى عن حالي م. واني انا اكون مبسوط هلا انت راضي عن حالك بالمبدا في إشياء سقطات، في إشياء بعملها اكيد ما بحبها، بعتذر كثير بخانق كثير اكيد، وفي ناس يمكن زعلانين مني وبعد لهلا ما اعتذرت منهم، انا انسان، والانسان بيقطع بكل هول التجربه، بس برايي الانسان المرن هو اللي بيقيم حاله من الجوره، بينما الانسان المنو مرن بفكر هيدي الجوره هي ملازو انا بالنسبه لإلي مني محلي بالجوره، انا محلي فوق. نعم، رح نكمل نحن وياك ميلاد مشاهدينا بعد الفاصل. عودة مشاهدينا لنكمل حلقتنا مع الأستاذ ميلاد حتشيتي رح نشوف فيديو له هيك مثل نصيحة ومنرجع رومي بيشبه الإنسان بالجست هاوس مثل الأوتيل بيجي عنده زوار من كل الميلات هالزوار هن المشاعر يلي يعني ممكن يكونوا الغضب أو الفرح أو القلق أو الخوف أو الامتنان وغيرها من المشاعر الإنسانية وبيقول انه مثل ما الاوتيل ما لازم يسكر بوابه قدام حدا كمان هالانسان ما لازم يسكر بوابه امام اي شعور من المشاعر لازم يستقبل الكل ويعامل الكل بلطف هيك نحن كمان هلا عم بيزورونا زوار الخوف والغضب والقلق بسبب الازمه اللي عم نقطع فيها بدنا كمان نستقبلهم لانه هن كمان عم بيحاولوا يقولوا لنا شيء هودي المشاعر عم يجوا ليخبرونا انه في شيء لازم ننتبه له بس كمان عندنا الامكانيه انه ما نقعد كثير مع هالزوار وما نتحدث معهم كثير وما نعطيهم كثير من وقتنا هيدا شيء بيرجع لنا لنا مع اي مشاعر نحن بدنا نمد الحديث اكثر قول جلال الدين الرومي عم أه تشبه المشاعر أه يعني الانسان عنده مشاعر وبتحس انه هو لازم يستقبل كل شيء أه قديش هيدا النوع من الفيديوز وهون عم تحكي عن الخوف والقلق والغضب وكل هاي الاشياء انه لازم الانسان يتقبلها او لازم الانسان يعرف كيف يتعامل معه كيف ممكن نتعامل مع الخوف والحزن مثل ما بنتعامل مع الفرح والاشياء الايجابيه هو نحن بيزورنا الخوف والحزن والقلق أكثر بكثير مما ما بيزورنا الفرح لنبلش من هون نعم والخوف والفرح والحزن بيبقوا أطول بكثير مما بيبقى الفرح صح أوكي علينا نتعامل مع هول لنقصرهم وعلينا نعمل نتعامل مع هذا لنطوله نعم مشان هيك علم النفس الإيجابي بيحكي عن كيف أنا بستثمر من المشاعر الإيجابية اللي بعيشها وبزيدها لعيشها ل... لما تقطع مثل الشهب إذا لحسن. الواحد بخاف من العتمة كيف بده يواجه العتمة؟ رح ب... أقول لك شيء انا خليني اقول انه بدي استقبلهم ما هو الحلو بقصيده كاست هاوس انه عم بيقول استقبلهم ليش لانه نحن مرات كثير بنخاف من, من خوف ما بقى بدي خاف ما بقى بدي اغضب المشاعر الله حطهم فينا لانه لانه هن مشاعر انسانيه عاديه وطبيعيه لبل ضروريه ضروري نخاف وضروري نغضب وضروري ضروري نعيشهم كلهم المشكل مش فيهم المشكل بالسلوكيات الناجيه عنهم شو بي شو بعمل من بعد غضبي بكسر بضرب او بروح بتنفس وبمشي وبروق حالي وبسمع موسيقى يعني تخيل نحن هلا ما نخيفانين من كورونا كنا نزلنا على الطرقات ما كنا حمينا حالنا او مش خيفانين مثلا انه نقبض, إنه مصريات إنه نقبض مصرياتنا مثلاً. او من بالعكس الخوف هو المحفز لحتى يخليني انا أبقى على قال انت كيف بتقول للإنسان هلا مثلا اللبناني مم. خصوصا مم. اللي عم بيعاني من وباء وقبل الوباء من ضائقه اقتصاديه مصرياتهم فقدوا او م. ما عم يقدر يحصل عليهم كيف هذا الانسان بدك تقنعه انه يستقبل هيدي الظروف بي بسعاده او ب يا خيي بدي اقول لك هيك بهدوء من دون ما يكسر مزبوط وهيدا سؤالك فخ لانك هلا انت جمعتيهم بدون ما تدري وهيدا <applause> وهيدا, <داري> <applause> وهيدا نوع من التعميم نحن بنعمله براسنا رح اقول لك شو اول شيء كورونا شيء والوضع الاقتصادي بلبنان شيء هودي مسالتين كورونا ما إلنا ما إلنا يد فيها الوضع الاقتصادي بلبنان إلنا يد فيه نحن شركاء <applause> كورونا عم نتعامل معه شو عملنا خوفنا خلينا نقعد بالبيت فادنا ال الشخص يلي وضعه الاقتصادي بده يعرف بده يسأل كيف كيف بقى انا بحلو هيدا الوضع اليوم انا في عندي اشياء بدي حلها هلا وفي عندي اشياء بدي حلها بكرة بصندوق ال... بصندوق الاقتراع اه لا. انت عم نحن... تحكي عن المستقبل انه هلا بعدين لما يصير في انتخابات روحوا انتخبوا الشخص الصح حكموا حق طيب انا, أنا عم اقول عن هلا هلا مريح. كيف ايه هلا انت بهيدا الوضع الاقتصادي اذا انت اليوم بدك تحط اولوياتك اذا اولوياتك انت اليوم تحمي حالك بدك تضلك ببيتك اذا اولوياتك انك انت تنزل تشتغل بدك تنزل بدك تنزل تامن قوتك انت وعم بتحاول تحمي حالك لانه رح اقول العكس يعني هؤلاء الناس اللي بيقول انا ما بدي احمي حالي انا بدي انزل اشتغل طب اذا اذا اليوم انت اصبت بكورونا شو بتعمل اليوم الوضع الاقتصادي يلي يلي انا عم بحكي انا شخصيا اليوم نحن يلي انا قادر اعمله انا ميلاد شخصيا ما قادر حل حل قصه المصارف بس انا ميلاد وعبير واذا اذا بل 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 بلشنا نفتش عن اليات لحتى نرفع دعاوي وشكاوى على المصارف ونعمل ما فينا نقول انه بالجماعه ما بيقدر يطلع بامرنا بامرنا شيء ايه الناس ضحيه لأنو... هلا الناس اللي مصمده تعب حياتها وكل شيء وحتى مصرياتها بالبنك يمكن تتعلم اولادها يمكن لتكبرتهم لانه ليكبروا لا لانه الدوله مثلا ما بتعطي الكبير وبتحكموا على حسابها، كل هول الناس او الناس اللي ماتت سكتة قلبية لانه خسرت مصريات هدول كيف, كيف نقنعهم وانت قايل انه على ما نبني حياتنا على المال المصارف مقفلة اقتناء محلات مقفلة مم. لعلى الصحة صحة مهددة العلاقات العالم معزول طيب على الملذات نكاد لا نشعر بها طيب كيف نستعيد الحجر بناء مزبط. عم تقلي المحبه يا هيدي ما بتعمل خبز مظبوط أه. وفي كثير ناس عم بيقولوا حتى في كثير ناس بيوجهوا لي ملاحظات عبر أه. مواقع انا هلا انا بدي تقنعني ايه انه بليز حاج تتفلسف علينا وتقلي لي كذا انا بدك رايي انا بتعامل بمرونه مع الوضع بلقط بقول شو فيني غير؟ بغير؟ شو ما فيني غير ومنه خاضع لالي ما بقلق عليه اليوم اليوم انت اذا اذا كل هالناس طلعت وحكت قالت بدي مصرياتي طيب بيبقى الوضع مثل ما هو؟ كم في ناس عم بيطالب عبير؟ كل الناس عم تطالب وين؟ ما بعرف بيوتها على الفيسبوك على الوسائل التواصل على أه. ما عم بيعملوا شيء فعلا يا عيني عليك، فاذا ما فيني انا سكر أقول لانه انتبه انا ما ما عم اقول لناس تفائلوا، ما عم اقول واو والمصارف حيردوا لنا مصرياتنا، لا هيدا التفاؤل هيدا التفاؤل الخداع، لا، بس اذا بدي افكر بواقعيه انا اليوم، بدي افكر شو الاليه اللي عم بعملها؟ ما انت اليوم انت اليوم يلي اعدت انتخاب النائب نفسه لسنوات عديده، انت ساهمت بانك تخلي الوضع نفسه ما بقى تلعب دور الضحيه وتقول كنت انت انا كان بدي اغير وابرز دليل انه لما نزلوا للتغيير العدد اللي نزل لحتى يغير كان كثير كان او باول باول فتره كان كان كثير ليش صار في ناس عم ترفض هيدا الموضوع هلا بدي اسأل بدي لك شيء هلا اليوم انت يلي معتبرين انه الوضع الحالي هو هو الوضع يطلبوا انه ينزلوا عالم على الشارع، ما بينزل الملايين؟ بينزل الملايين، اذا نحن مش كلنا مش كلنا نفس الراي، مش كلنا نفس طيب نزلوا نفس نزلوا بس. انت عجبت سيره هذا، نزلوا كلهم، شو كان الغلط بالثوره لحتى ما وصلت لنتائج؟ مع احترامي لكل شيء عملوه انا رايي الشخصي طبعا ما بدي اسكبه على حدا لا انه ما صار في غضب كفايه هو كان في غضب بس كان طريقة الغضب تعبير عنها خاطئ مية بالمية. <applause> أنا بشوف أنه لازم كان هيدا, الـ هيدا الـ الغضب يكون آه مثل ما بيقولوا صدا أكبر ما عم بقول بالغضب ها لأنه هلأ الناس آه غضب شو قصدك تكسير تكسير هو سلوك هو سلوك عنفي ما عم بقول على التكسير بس اليوم لما أنت فعليا بت... خليني لك البلد مثل البيت م. البلد مثل البيت السيدة اللي عم تتعنف بالبيت إذا ما غضبت رح تضل تاكل قتلة إذا اليوم. ما غضبت واحتجت واحتجت لأنه الغضب مش تضربه مش ضروري الغضب يعني تضربه بس تشعر من جوا إنه هي تستاهل أفضل بكتير من الحالة اللي هي عايشة فيها فإذا اللي عم أقول لك يا عبير لأنه نحن اليوم أوكي في عم بحكي نفسيا في ناس بتتبرمج على انه ما بيطلع لها شيء، في ناس بتتبرمج على انها منا اكبر من يعني منا قادره تغير وهذا بنسميه ليرن هيلبلسنس يعني انا بتعلم اني انا ما قادر اغير وبالتالي لاني متعلم اني انا ما قادر اغير شو بصير في ما عاد بغير مم. تخيلي انه في في دراسه انعملت على على حيوانات انه انفتح لهم الباب ليطلعوا وتوقفت هالشق الكهربائي اللي عم وما طلعوا ما طلعوا لانه ليش؟ لانه تم برمجتهم على انهم هن حمايه هون, هون وما قادرين نغير، مشان هيك كمان جزء منا بدنا نعترف كمان جزء منا عنده هيدا الشعور انه انا ما بقى قادر اغير وانا طيب الشخص مثلا اللي كان يشتغل م. ويقبض اخر م. الشهر هلا بكل الوضع في ناس وقف شغله م. عم نشوف بعض الفيديوز او بعض الصور على وسائل التواصل الاجتماعي ناس آه، واقفين حد النفايات عم يفتشوا على مزبوط. على خبز مزبوط. على اكل يكتو ياكلوا الفتات اذا في كيف هذا اللي هلا وصل انه يعيش بلا مم. شغل ويطلع بهذا المشهد ما بده يفكر بينه وبين حاله انه رح يوصل لهون كيف بتقنع هذا الانسان انه نيتفائل طب فكرك انه انا عبير ما بسال حالي هيك اسئله يعني انا ما انا كمان حالي بسال حالي لا انه ما بسال حالي انه انت شو طلعت عم بتقول للناس اذا هيدا الناس كذا بس انا بتعرفي كيف حليتها براسي شو بقول له تشائم بقول له عمول عرض قلب بقول له بقول له بقول له, له لا في ناس عملت عرض قبل قلب بلا ما تسالنا يعني يعني بقول له نهار بقول له بقول له روح يعني ما نحن مثل ما بيقولوا عبير بعدنا كبشين بهيدا التفاؤل لانه ليش؟ لانه نحن عندنا الامل كمان بالفطره. اذا ما بنتامل انه اللي جاي احلى نحن كلنا بكره بتلاقينا ميتين. الانسان مفطور على الامل انه اللي جاي احلى وعلى فكره الناس اللي بيكون عم بيعانوا من حالات نفسيه صعبه الفرق بينه وبينهم انه بيشوفوا اللي جاي منه حلو. ما بقى عم بيشوفوا صاروا شايفين اللي جاي سواد نحن بطبيعتنا كناس ميالين إلى أنه نشوف اللي جاي أحلى أنا ما بقول له اتفاعل. بس انا بقول له رقف بحالك خفف الجزء يلي انت ما رح تقدر تغيره وهيدا القلق يلي انت عايشه يلي ما رح تقدر تغيره. ليش تضل فاتح فسحة بعقلك تفكر شوي بمنطق شو فيك تعمل يعني مزبوط اللي هلا اليوم عم ياكل من حاوية الزبالة يعني. اذا اذا حدا عم يقول له تفائل واقعد ببيتك نحن عم نعطيه مثل ما بيقولوا إبرة خداع طبعا بس نحن بنقول له أول شيء بنقول له قد ما فيك تحمي حالك قد ما فيك ترقف بحالك يعني ما توقع حالك بخطر قلل الخطر يلي عليك حاول تقون وتعمل قنوات لمشاكلك يعني حاول انك انت تفصلهم يعني بمعنى اخر تشوف اليوم اذا عندك سبع مشاكل حط اللي بالاولويه اللي لازم تحلها اليوم قبل غيرها يمكن تكون ربطة الخبز، خلينا بس ن... تقدر لا تقدر انت تقوم من بعد هيدي العاصفة، أنا ما بقول له أنت اليوم اقعد بالبيت واعمل مديتيشن وتنفس، مم. علماً إنه هيدي التقنيات بتساعد كتير للناس يلي هني قاعدين ببيتهم بس شو قاعدين كل النهار عم يقلقوا على كورونا. وأنا بشكرك على هيدا الشيء ليش؟ لأنه اليوم ما بدك التفاؤل منه سطحي طيب. والتفاؤل كمان عبير من حب بل بعطيها مقابل انه انه انا ما عم بيع وهم بالعكس ما نحن بهيدا البلد كفينا بهيدا البلد شو شو بعنا نحن بعنا شغلتين بهالبلد من باعين احلام واوهام طبعا هيك بتشوفي في جمهور لانه بكتاب سيكولوجية <applause> <applause> صح على كل حالات نحن يعني جمهور مننا شعب من جسمه بسيكولوجيه الجماهير بيقول لك تعملي جماهير تكون عندك جماهير عندك شغلتين الحلم والوهم والانسان اللي ببيع الناس حلم ووهم هو اللي هو اللي بيكون قائد ل لهالجماهير طيب سؤال وسائل التواصل الاجتماعي في سلبريتيز وبلوجرز وكل هال... يعني الناس الموجودين اللي بياثروا المفترض او سياسيين بياثروا بال... بالشعب او بالجمهور في ناس بتستعمل تست... هيدي الوسائل التواصل بشكل بتخلي اللي عفوا المحتاج يحتاج اكثر وعينه جوع أكتر آه، كيف ممكن هدول الناس اللي هن بنظر الجمهور قدوه كيف ممكن نحن نوجههم مم. يعني مين هو انت قالك انك انت بلوجرز انت مم. قررت انك انت شخصيه عامه من دون ما يكون عندك اي رصيد مم. يعني فجاه انت بتصير بدك تلبس العالم بدك تطلع تلبس العالم وفترض بدك تعلمهم كيف يلبسوا بابسط الاشياء مش باغلى الاشياء هيدي شغله مثلا وحده من الاشياء الناس السليبرتيز اللي بهيدي الظروف الصعبة قادرين يعيشوا هيدي الحياة والناس العادية مش قادرين يعيشوا اللي بدها تتصور على سفرتها في جات فواكه صار يحقه 100 دولار قدام الناس اللي ما قادرة تشتري حبة تفاح هول كيف بدنا نتعامل معهم؟ أول شيء هول المسألة يلي إذا بدك المسألة رح احكيها وارجع افوت على مواقع التواصل نعم. هي مساله اللي عم تطرحيه هو مساله بغايه الاهميه مساله التعاطف م. كيف انا بتعاطف؟ انا اذا اليوم عبير تمر بألم، انا كانسان كيف بتعاطف مع عبير؟ م. هل بفهم الما بضل مكمل حياتي عادي؟ ام تعاطفي ممكن يوديني اني اشعر بالمك، حط حالي و واشعر بالمها لدرجه أحس انه حتى بسلوكياتي بدها تزيد تعي شوفي وانا دائما برجع بقول للنيه شوفي نيه هالناس شو يجيبوا فولورز يجيبوا متابعين اكثر شهره اكثر يجيبوا شهره اكثر ام فعليا هن مؤثرين لانه انا اللي برايي المؤثر لانه اذا يلي... بتفوت على الناس شو بتكتب بتلاقي مش مثل ما نحن مفكرين هاللايكس والكم في كومنت كتير موسيقى يمكن ميبقى. هني ما بيقروها مي... او لو حتى هني بيقروها بس هني معتبرينها انها جزء من اللعبه لانه آه. هني ما آه. هون الفرق انه إن... انك انت تعرفي انه اليوم كل شيء بيعمل خضه على مواقع التواصل هو شيء مثير والاثاره بتجيب ناس وبالتالي فاذا السلبيه صارت بيس... مطلوبه هي جزء من اللعبه جزء السنبي. من اللعبة وجزء من وجزء من لعبه اذا بدك هالصوره النمطيه او الليبلينج او التنميط اللي صار هلا كيف بدنا نكسرها انا وياك كيف بدنا نكسر لهم يعني؟ انا بدي بدي انا انا بتعرف كيف بكسرون انا م. هديك المره كان في حدا كنت لاحقه على على الانستغرام وحطت فيديو بالنسبه لي هيدا الفيديو منه مستفز. مستفز منو منو مستفز في اشياء يعني في اخلاق خاصه بما يتعلق بالاطفال ما بتزبط انا مستفز يعني مستفز بمطرح شلته بطلت ملحقه ما هيدا كمان نحن عندنا دور كل واحد منا عنده دور لانه هن بيقولوا الدعايه السيئه بتجيب ناس يعني تلفت اكثر من الدعايه الجيده كمان حدا هلا ايش لحتى وينزل على الطريق رح يتجمهروا حوالين الناس هيدا هيدي بيت بس نحن مشان هيك الاثكس مش هيك لما بنرجع على الاعلام انه اليوم مواقع التواصل الاجتماعي بين بينها وبين هالاعلام يلي درسناه بالجامعه ودرسناه وتعلمنا اخلاقياته اليوم في اخلاقيات واليوم يجب قوننه هذه هالمواقع قوننه قوننت هذ... المواقع قوننت... 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 الم... بس ولا التلفزيون ح... التلفزيونات حتى حب... انت اكيد بتتابع إيه بت... إيه... هل بتقول انه الصوره الموجوده للاعلام اللبناني على الشاشات اللبنانيه هي مساعد لهالجمهور انه يعني نحن متلقي شو ما بيعطينا الإعلام ناخد عم يعطينا ما فينا نقول أنه عم يعطينا كل شي إيجابي كتير في سلبيات بالإعلام كيف ممكن الإعلام يوجه الشعب نحو آم آم اذا بدك يكونوا ايجابيين اكثر مثلا في كثير نظريات طلعت حول الاعلام البناء ودوره ابعد من الدور اللي عم يلعبوا بنقل الخبر من مين منين الغلط من الوسائل ولا من الدوله والقوانين يعني مين لازم ي... ما هيدا كمان هون سؤال عنده عنده كثير يعني أبعاد. ابعاد لانه هل لازم يكون في قوانين للاعلام يعني هل وين الحد يلي ممكن يكون الاعلام قد بتشوفي مثلا بتطلع برامج بتشوفي اعتراضات عليها بتشوفي مرات المؤسسات الدينيه بتعترض على برامج قبل الدوله بتسبق الدوله لا تقول لا هيدا بمس ولا بلا بلا انا بقول انه اليوم الاعلام اللبناني اللي عم بيواجه ازمه ماليه كثير كبيره مما لا شك فيه انه اذا بتجي انا عم بحكي مقارنه بسيطه مأزوم صراحه ايه مأزوم مشان هيك اليوم اذا بتحكي عن نوعيه البرامج الحلوه اللي كنت تحضريها من عشر سنين واليوم هيدا الفرق وحده كفيل بانه يفرجيك انه عم يتخذ قرارات عشوائيه لبعض البرامج وبتشوفي انه مثلا برنامج هون عمل ولانه في اثاره نجح بتلاقي تلفزيون تاني عم يبحث عن نفس الإثارة ويعمله وما شك هل إنو... هيدا خاصه بمفهوم المصطلح الديمقراطي والحرية لا العالمية؟ لا هيدا هل هو المفهوم خاطئ للحرية؟ هيدا, يعني... سو... هيدا كمان نظام البقاء على قيد الحياة انه خلونا شو منبيع؟ حلو... أح... منبيع هل هن عم و... يستغلوا الحرية يعني بشكل أكيد عم يستغلوا انه اذا بدك هالهامش من الحريه اللي عندنا اياه لطلع انا اشياء بعرف تلقائيا الناس رح بتجيب وابرز دليل انه انه بتجيب ريت هيدا انا دائما بشوفها بمنظار مختلف، انا عن جد فعليا بتشوفي انه هالناس ثاني يوم عم ببزقوا على البرنامج لصرنا يحضروه هي هي هالغرابه انه انت تشوف شيء عم بتقول عم يعني قال انه استفزني هالحلقه وبتلاقي انه سرد لي كل لحظه من لحظات الحلقه، اذا استفزك ليش كملت؟ ليش ما نقلت؟ ليش لاحق هيدا الشخص على السوشيال ميديا؟ <applause> انت ليش اصلا ليش بك تعملوا هل وجدت هيدي الاشياء اللي تعرينا لا لانه هي وجدت هيدي الاشياء بناء على غرائز اللي بتسيّرنا <applause> وهيدي الاشياء اهميتها انها مبنيه على شيء اسمه هيومن بيهيفير او سلوكيات الانسان لانه بيعرفوا انه اليوم مثل ما اذا انت بالحي سمعت اثنين عم يتشارعوا وراح لي على البلكون بتلاقي صاروا هيك عم يعني يطلعوا يعني يطلعوا الناس يطلعوا ويشوفوا مين اللي عم عم بيقعدوا ثلاث اربع دقائق وخلص يلي يلي بيفوت يلي بيضل يلي بيكمل بيرجع بيتغير نحن جمهور مسير كتير؟ بهيدا الاطار نحن مبرمجين اكيد مسيرين ايه وبده وعي لحتى نحن نرجع نوعا من برمجات كتيرة. انت اصلا نحن قبل ما تطلع عبير اليوم انت توصلتي على التلفزيون انت اليوم ألف آه قرار اتاخد براسك وانت ما عندك كان القدره اذا منك واعيه ما كان عندك القدره انك انت تغيريهم 100% بدءا من الموسيقى اللي سمعتيها الصبح، من العجقه اللي سمعتيها الصبح، من اللي من ال من الوجوه اللي قابلتها اللي ضحك ومش ضحك من اللي, 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 اللي التقيتي فيه وطلعتي بالسياره من الاعلان اللي على الطريق كيف من ممكن تغمض عينك عن كل هالاشياء وتحاول تكون إيجابية يا زلمه ما راح تقدر كثير <applause> شيء صعب اصلا بكفي كيف عملت بايدك انه واحد بده انا كانه لا. ما بده يشوف يعني ايه كانه ما بدنا نشوف انا, أنا برايي بتعرفي شو الحل؟ حسب رايي سوري وماني عم بفرضه على حدا هيداك الخزان بده ينتلي بده ينتلي اه حط تاني يعني خزان ثاني يعني حط خزان ثاني اه. هيداك الخزان لانه انت قلتي الحياه ببدايه مقدمتك الحلوه كثير قلتي انه الحياه منا عادله، ايه منا عادله، مين قال انه عادله؟ لا انا سالت سؤال هي منا عادله؟ أي مين قال؟ اصلا مين قال انه عادله؟ تعي قولي لي مين قال تعو حتجوا على الدنيا قمه العدل وقمه مين قال؟ هيدا دو دو انه انه انت اليوم هيدا الخزان غضب وقلق رح يضل في غضب وقلق رح يضل اوعى بتفكروا بس بلبنان يعني كمان الناس المعتقده انه الانظمه برا السياسيه منا كمان فيها فيها العاب وفيها مبلا وين ما كان والهم الاقتصادي عند كثير من الشعوب بس في فرق اذا كنت انا مشارك بهالهم او فعليا حدا جايب لي بس نحن مشاركين ايه الفرق الثاني اللي بدي اقوله عبير هو اني عبي الخزان الثاني اليوم في ابحاث كثيره بتقول يا جماعة مثل هالمشاعر المزعجة يلي عم بتسبب لكم مرض في مشاعر تانية عم بتجيبوها على حياتكم جيبوها وك... ونموها وكبروها لأنه هيدي عندها فايدة جسدية ونفسية على حياتكم رح بذكر لك هالمشاعر اللي هن الامتنان الفرح الافتخار الاعتزاز يعني الطمأنينة الصفاء وين 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 بدي لاقيهم خليني كمل لحظه بس بعد الفاصل بس بدنا نشوف وين بينصرفوا يلا مشاهدين. اوكي عودة مشاهدينا لنكمل ما توقع من حلقتنا استاذ ميلاد حتشيتي كنا عم نقول وين بينصرفوا هدول إيه؟ المشاعر <applause> الحلوة المشاعر الحلوة والمصطلحات وما بعرف شو اللي عم تنصحنا فيها وين بينصرفوا على فكرة بس بدي اقول شيء عبير انت كثير لطيفة يعني عم تحاولي توجهي لي اذا بدك الاسئلة انا هو اللي بيوصل لي كثير منهم على التواصل طب أنا صوت عم... العالم التلاصل. ايه بعرف اي نو بس قصدي انه فعليا بينصرفوا بالمحلات اللي انا بدي اصرفهم فيه يعني انا بدي هون ارجع حدد اولوياتي انا شو بدي انا مين اللي بيهمني انا انا يعني اليوم انا اذا عندي وهيدي هيدي كمان نظري ما كثير بيقبلوها بس رح اقولها لانه انا هيك بفكر يعني كمان اللي بفكر عكسي كثير بتحاور انا وياه بس كمان مش ضروري اقبل انه العكس هو الصحيح انا بقول اذا انا اليوم عندي يعني اليوم انا بازمه بس هل كل حياتي بازمه لا صحتي بخير الحمد لله اهلي بخير الحمد لله شغلي منه بخير فاين بنظبطه زبطه آه الناس اللي بحبهم بخير طب انا هولي ما في داعي يكون ممتن عليهم يا خي عم تاكل أكل سخنه بتعرف كم في مليون بشري بهالكون ما بياكلوا ولا مره اكل سخن طب ليش بدك تقول ما بياكلوا بالمره طب هودي ما منهم مدعات انك عن جد فعليا تشعر بالامتنان لانه اذا انت شعرت بالامتنان خيي ما رح تخلي ابدا جارك جوعان اوعى تفكر انت بس تشعر بالخوف بتخلي جارك جوعان بقى حتى كمان المتشائمين يلي انه عم 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 بي عم, عم, عم يعملوا لحاله انه هلا انا بازمه خيي بس جارك بس جارك الختيار انزال حط له الصحن تحت واطلع لانه اذا انت لو انت الانتنشن نيتك نابعه من حب ومن امتنان ومن اعتزاز اوعى تفكر بتخلي جارك وبعلق بتعملهم مش لتربحوا من ومش لتطلع تصور قدام الكاميرا انك ساهمت ومش لتطلع تقول انه انا يابا بضاي وانا السوبرمان يلي سهلت مشان هيك هودي المشاعر وين اهميتهم؟ اهميتهم هودي المشاعر اول شيء بيهدوكي بخلوكي تشعري بالهدوء وبالطمأنينة وبالسكينة وأبرز دليل أنه الناس اللي بيمارسوا روحانياتهم بصلواتهم المتعددة وعن جد فعليا اللي بيكونوا عم بيمارسوا هالروحانيات بيطلعوا من بعد الصلاه بتحسي وجههم منور يعني حسين. كانك انت عم تقول قبل اي تصرف الواحد ياخذ نفس خذ نفس آآ يعني اتكل على الله صلي شعور بالامتنان آآ آآ استقبل لحظات الفرح بحلو بنكون نحن قاعدين مع العائله عم نتسائل عم نضحك فجاه بينط واحد بيقول الله يعطينا خير هالضحك يخي ليش هي ضحكنا كتير بكره بدنا نبكي ليش خي ليش انه بدك تبكي في حتى معتقدات نحنا مبرمجينا براسنا على انه وكأنه ما بنستاهل ليه؟ شو عامل انا ترى مبسوط اليوم الله يستني بكره شو بده يصير فيه ليش بده يصير فيه ليش مبرمج على انك انت لازم تكون تعيس وكانه السعاده او الفرح هي شيء عابر مين قال ما جيبهم اكثر على حياتك استغلهم خيي مش عندك لحظه الصبح تقوم تشرب فنجانك القهوه انت ورواء استغلها هاي هيدي لها اهميه كمان لانه اصلا بالنهار يكفيك انه الحياه رح قصصهاك جوانحك يكفيك من النهار من الغضب والقلق والخوف لما حتنزل على معترك الحياه مثل ما طيب نسموه. نحن اللبنانيين هلا إيه؟ يعني عم نمر بازمه مفصل. إيه؟ مفصل بتاريخ اللبناني عن جد في يعني لازم يصير في تغيير لنمط حياتنا مية نمط حياه جديد اللي بده يروح يطلع ب يعني بالوجهه المزوزقه نحن بنحب الاشياء المزوزقه م. نحب بنحب نجيب صينيه الحلو، سوري المزوزة. أنا نطلع بال بالاغلى، نروح مم. على أغلى نطلع بالسياره الاحلى، أه... مثلا لازم يكون كل شيء عندنا مشكل، أه... لازم يكون جرس بيتنا ما بعرف شو مكتوب عليه، يعني هذا نمط الحياه اللي نحنا متعودين أوكي. عليه أه... اللبناني، واللي هو اصلا كمان شريك، مثل ما قلت بشوي، شريك بانتخاب السلطه، شريك حتى بالمصارف، مم. مم. لما راح حط مصرياته ناس من اللي حطوا مصرياتهم كمان كانوا عم يقبضوا من الفايده كان مسموح وهلا صار مش مسموح، لا عم دافع عن هو ولا عم دافع عنه م. عم دافع انا عن الانسان، هيدا نمط الحياه الجديد اللي لازم نحن نتعود عليه، م. من وين بدنا نبلش هي. فيه؟ هل رح اقول شيء ممكن يفاجئ الكل، نحن كنا نسمي هيدا انه اللبناني العييش ايه خيي كيف عييش انت؟ بيتدين ليتزين يتزين بس هيدا هيدي منو منطق ايه يعني مثل ما قلت انه بده ياخذ صينيه البقلاوه بس ما بيقبل الا الا السلوفان يكون ثلاث امتار فوق الصينيه، يعني بيبقى حامل الصينيه هو ما من مبين منها، لانه بالنسبه له هيدا واو انه خي خدا خدا وفر هيدا السلوفان البلا طعمه، او مثلا يعني ما بقبل انه يكون في عندي عامله منزل وحده اثنين ثلاثه اربعه، او انه انا ما بقبل انا ما بحط سيارتي بعطيها للفاليه، ليش؟ مرات ليش كان اللبناني آه. قبلان بال 5000 و 7000 و 10000 لانه لانه ليش؟ لانه ببساطه وانتبه ما عم يعني كمان لما نفهم انه نحن عم نجلده للبناني لا, لا بس لانه كان هيدي اسئله عم يطرحوها ايه؟ يطرحوها على حاله كانت هيدي الاشياء مدغدغت له مشاعره لينسى همه الاكبر مم. ليش عم نرجع لكورونا؟ فضحتنا ما بقى في كل هول عرتنا عرتنا بس نحن كنا شو ملتهيين فيهم ايه ما طالما انا عم بصرف، بعطيها هون للفاليه، هون بيجوا كذا وهون بعمل وهوني يعني لدرجه ليش بدك تطبخي؟ يا عمي جيب دليفري انت ليش بدك تعمل هيدا الشيء خيي؟ تعال شوف عمل لا هلا ما لن ما رح يكون عندنا بقى هيدي هيدي مثل ما بيقولوا الرفاهيه بدنا نرجع كمان نشتري الاكل يلي بدنا اياه مش نكب نصه بدنا نشتري الكمية اللي بدنا إياها بدنا نشتري بدنا،, يعني بدنا نعمل رح نروح على لعنة الحاضر يعني مش الحاضر رح نروح على نعيش كل يوم بيومه مية بالمية. مثل كأنه واحد عم بيقول لك ما تفكر يا خيي بالمستقبل عيش حاضرك هيدي بتشبه كمان أنه ما تفكر من هون لشهر شو بدك تاكل أو معك مليون ليرة شوف كيف بدك تصرفه عيش اليوم بيومه مم. يعني كأنك عم تقول حبيبي ما تطلع على بكرة طلع هلا إذا كان عندك أهداف الغيها، وشو بالنسبه عن الاهداف مم. كمان اللي انت بتحكي مم. عنها؟ انا كثير انا بقول انتبه في اهداف بتخلينا نكون انسان سعيد وفي اهداف بتخلينا اتعس الناس. مم. في اهداف بنقضي كل حياتنا عم نسعى وراها وبتوقعنا بتوقعنا مثل بي بي ما بيقولوا بازمات كثير كبيره. مم. على فكره اللي انت عم تحكيه واللي هلا هيك لخصتي بكلام جميل. هو كان قائم على نظريتين العلاقة بالسعادة من وقت الفلسفة اليونانية نعم. كانوا جزء من الناس يقولوا الهيدونيك هابينس أي هالسعادة القائمة على اللحظة هلأ هل أنا عندي شيء بعمله عندي أكل بيكلو عندي طبيعة حلوة بمشي فيها هي لحظة السعادة لحظة هي هيدا يعني نعم. وبتروح في ناس كانوا يقولوا لا السعادة هي المعنى هي الأهداف اللي بتحطوها هي الأشياء اللي بتسعوا توصلوا بالحياة علقوا بعضهم هودي قالوا لهم لا هودي قالوا لهم شو هالسعاده لحظه اذا لحظه بتخلص قالوا بس لحظه انتم شوي ما انتم كمان اذا حطتلي لي اهداف عمرها 100 سنه ممكن تموت وما تحقق هالاهداف وممكن انت تقضي كل حياتك انت تعيس انت وعم تسعى لهيدا الهدف من هون بتجي انه ايه مزبوط بتعرفي وين ليش ليش خط وين خطوره الاهداف نعم. وين لعنتها بتضل معيشتك بالمستقبل بدي اعمل هيك بدي اعمل بدي يا خي بس في هاللحظه هي هيدي اللحظة يلي أنت عم تروح من حياتك ويلي أنت ما عم تستثمرها ويلي ممكن يكون فيها كثير من الحب كثير من الامتنان يلي ممكن يكون فيها كثير من ال... من الاشياء من المشاعر الحلوه، بتعرفي انه اعطيكي مثل سخيف بس مثل الام يلي ناطره ابنها يجي من المدرسه او بنتها، بتعرفي بيجوا الاولاد من المدرسه هيك خدودهم حمر مثل ال... المجوزين عمين. بيعرفوا ايه بيبقوا بيتاكلوا بتكون هو مقرب هيك عم يغمرها بدل ما تستفيد انه تشم له ريحته او ريحتها وتغمره قد ايه اخذت على المسابقه او او تكون عم تفكر براسة شو بدي اعمل عشاء الليل او تقول له يا كسلان ليه اخذت 12 مية. مش انه منيح 12 بس فيك تجيب سول سول 15 سول سول بدي شفت كيف هيدي هيدي روحت لحظه كثير ثمينه امام انه شو اللي بده يجي مثل لما بكون انت اليوم بتكوني انت مع حدا كثير بتحبيه عم تعيشي هيدي اللحظه من الحب بس عم تفكر بكره انه بده يتركك او تتركه يعني عليك نفس الشي هذه هيدي لعنه الاهداف هيدي لعنه الاهداف او لعنه اللي جايه ما نحن وين خو... وين مشكلتنا يا عبير نحن مشكلتنا كناس يا عايشين بالماضي يعيشين عايشين بالمستقبل بس ما نش عايشين لحظه الحاضر م. يا حاملين معنا او جاي عم من الماضي وبعدنا عم من عم نعاني من منهم مثل حاملين ديون الماضي وبعدنا عم نعاني من منهم يا اخي فني من يلي جاي من المستقبل وعم نروح كثير علينا لحظات هون عم نعيشها نعم ميلاد شو يعني انه كود كاتبها انت شو يعني هل ستمنح الناس من حولك اليوم بعضًا من قلبك او عقلك مم. يعني كانك عم تقول لهم انه هيدا حسب الظرف اللي انت فيه شو بتعامل معه على اساس عقلي على اساس العقلانيه على اساس انه الطيبه من, من التعاطف مم. انا انا كثير يعني و... و... وكثير عم بعمل ابحاث حول لانه اليوم ساينس برهن انه في مناطق بتضوي بدماغك لما بتتعاطفي مع حدا معناتها انت, أنت مجهزه للتعاطف ما أنت التعاطف في شيء في شيء اسمه ميرور نيورون يعني ال يعني, يعني يعني مثل كأني أنا مرآة لإلك تخيلي أنك أنت لما تكوني عم تتوجعي ممكن يكون أنا مرآة لإلك وأتوجع نفس الوجع اللي أنت عم تتوجعي أو ممكن أفهمه ممكن أتعاطف بس مش ممكن أتوجع نفس الوجع ممكن ممكن تحسي نفس الوجع تحس نفس الوجع طيب كيف تنقل هذا كل هي العقل أو القلب مشان هيك أنا وضعت أنت أنت اليوم أنا كيف بدي أتعاطى مع عبير فبدي اتعاطى مع عبير انه هي اوكي عبير عم بتعاني من مشكله معينه اوكي بفهم هيدي المشكله بصير نحن نطبطب لهم بالكلام لا. إيه يلا ان شاء الله ان شاء الله بتنحل او تعاطفي مع عبير بدو اسالها لعبير كيف بقدر ساعدك م. كيف بقدر شو بقدر اعمل طريقه طرح السؤال طريقه تعاطفك هي كيف يعني إذا كيف ممكن تقدم الخدمه بلا ما لما عم تبكي كيف فيني ساعدك بيجي نعم آه، انت والطبيعه كثير بين اصحاب لانه كل شيء الفيديوز من الطبيعه م. الهيئة عندك صحبة أكثر مع الجبل م. من البحر مظبوط وهذا الشيء بتنقله لتلاميذك لأنه بعرف كمان صفوفك يمكن عم تعطيها مزبوط كيف بتت... كيف بتحس حالك بتقنع تلاميذك وهن بنفس اللحظة بيقتنعوا بيعملوا بهيدي الأشياء م. يعني بتحس بأسلوب وحياتهم م. صار في تغيير؟ اوكي آه، كمان سؤال مهم لأنه الناس عندها عطش يعني لكن السعادة هو مسعى الكل صحيح والفرح هو مسعى الكل سو so الناس ببداية الأمر بيكون عندها كثير هيك إك... مثل ما بيقولوا شغف, شغف واستعداد لكن لحتى اقول لك انه كل الناس بتكمل وكل الناس تقدر توصل تعبر الى الضفه الثانيه من هالمرونه بكون كمان عم, عم عم غالي وعم بالغ لانه الشغله ما بتصير بين ليله وضحاها وبدها كثير من التمرين وفيها كثير من الوقعات حتى بالبروسس هو عم بيصير في شيء اسمه ريلابس لما انت مثل ب... لما بتوقفي تدخين وفجاه بليله من الليالي بيطلع على بالك سيجاره بيرجع يطلع بيرجع بيرجع الاشياء اللي مبرمجتنا واللي برمجين علينا بترجع بتاخذنا لورا لكن الفرق بين اني اقوم انهض او ارجع لسلوكيات السلوكيات القديمه في كثير من الناس بتقلي لي اه بتعرف هالشي ساعدني اني اقفز لمحل تاني بحياتي هالشي خلاني اعمل وفي كتير ناس بيقولوا يمكن كنت ناطر هال هالكلمه هل لحتى اعمل بس في ناس بتقولي عم شو هالحكي شو هالحكي بس لكون انا حقيقي هل انا بقدر خلي عبيه تكون سعيده اكيد لا ممكن تعطيها مفاتيح بعطيها مفاتيح وهيدي المفاتيح بدها تجربهم وتختبرهم وتشوف شو شو بدها منهم واذا حست بهول المفاتيح انه مناسبين لحياتها رح يتغير حياتها يعني من الاخر خلاصة الحلقه ابدا من نفسك واعرف حالك اعرف حالك شكرا لك استاذ ميلاد حتشيتي على يعني الحديث الحلو ان شاء الله هيك المشاهدين يقدروا بمحل معين يكونوا لقطوا بعض المفاتيح للعبور نحو على الاقل وجهه السعاده 100% انا اللي بدي اشكرك انا ممنون كثير لانه يعني مثل ما بيقولوا الظروف عبر الاعلام ما بتكون دائما متاحه لهيك نوع من الحوارات الحوارات بهنيك على هلا الاستمراريه للسنوات الطويله وبالعكس بعرف انه هيدا تحدي يعني طبعاً. هو تحدي بس شفتي عم تعملي الشيء اللي بتحبيه وهيدا التحدي انا مأكد انه بخليكي متفائله مش صحيح. مش متشائم شكرا كثير لك شكرا, شكراً مشاهدينا الى اللقاء